لازم نعرف منك من اللي راح يكون بالهيئة المؤقتة هناك. شوف التسريبات هواية يومية. هو لأنه عندك الخبر اللي خلينا نعرف منك. مثلا التسريبات تقول لك واحد يطلع على الفيسبوك يكتب الاسم، يكتب فوق مجهول الهوية، مجهول الهوية كاتب اسمها عامة، يعني وهم. أنا شو راح أصدق لو مثلا خليني أعرفها منك من راح يكون بالهيئة المؤقتة؟ لا راح أعطيك، قلت لك أنا يمكن أعطيتك أعطيتني علي صلاح، أعطيت لك علي صلاح زين. يمكن الدكتور يسمعنا حاليا يتابع البرنامج زين. رئيس عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة المستنصرية والمتقاعد ابن الجامعة حاليا عميد كلية النسور عميد كلية التربية الرياضية راح يكون رئيس الهيئة. رئيس الهيئة عميد كلية النسور. والأعضاء الباقين منين؟ كم حصة الوزارة؟ الوزارة 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 حصتها اثنين. يعني ولاعب واحد؟ لا لاعب واحد من القدم. والباقي من خارج البقية الوزارة. أنا راح أقول لك البقية، خلنا نرجع أنا وياك. إحنا كتاريخ واللي ما يعرفه عن النادي الطلبة. نادي الطلبة عبارة عن لجنة أولمبية مصغرة. النادي اللي كان يمارس 33 لعبة على مستوى الرجال والنساء، ألعاب فردية وألعاب جماعية. كل الكوادر اللي كانت أيام زمان، أحكي لك سبعينات وثمانينات، كلهم أبناء النادي، كلهم حاليا أساتذة في كليات التربية الرياضية. يعني لو نجي نجوم مثلا نجي على أبو كرة اليد، راح تلقى قتيبة أحمد شهاب، رمز صاصواح محمود. لو تروح مثلا نجي على كرة السلة، منو بيه؟ الدكتور خالد نجم، محمد النجار بنه مدرب منتخب العراق. خلي تروح للطائرة، المعد بكرة الطائرة طارق حسن الرزوقي، الأستاذ الدكتور بالتربية الرياضية. فهاي النماذج يعني أنت توقف إلها إجلال واحترام.